السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، درسنا لهذا اليوم من قراءة مكتبة المدرسة صفحة 75. مكتبة المدرسة. في يد المعلمة كتاب صغير. في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ هذا كتاب جميل. هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. فيه صور جميلة. قالت المعلمة في الكتاب قصص لطيفة. في الكتاب قصص لطيفة. قال التلاميذ أين نجد مثل هذا الكتاب؟ أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة هذا الكتاب من مكتبة المدرسة. هذا الكتاب من مكتبة المدرسة. في المكتبة كتب كثيرة. في المكتبة كتب كثيرة. فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. قال التلاميذ نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات. نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها. نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. قالت المعلمة كل واحد يأخذ كتابا. هذه كتب مفيدة. فيها قصص وحكايات. فيها قصة الحمامة والأولاد. وقصة الغراب الذكي. وقصة الذئب والخروف. وغيرها. وحافظوا على نظافة الكتب. اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء. أنتم من أصدقاء المكتبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.